مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم من جديد. ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا اللي هنتكلم فيها عن الحقيقه خبر مفرح جدا، يعني مخلينا كده متفائلين باللي جاي ان شاء الله. من ايام قليله يوم الخميس 24 اغسطس دعت منظمه بريكس 6 دول للانضمام لكتلتها الاقتصاديه، هي مصر والسعوديه والامارات والارجنتين واثيوبيا وايران، ومنحهم العضويه الكامله، ده اعتبارا من الاول من يناير 2024. طيب خلينا نقول لحضراتكم ببساطة شديدة، تحالف بريكس بيضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. بريكس ليه مهم؟ لأنه بيمثل كبرى الاقتصادات الناشئة اللي بتضم أكبر التكتلات السكانية في العالم، يعني بنتكلم على 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حوالي 42% من سكان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية. التحالف بيعتبر نفسه بديل عن الهيمنة الاقتصادية الغربية. طيب محتاجين نعرف تفاصيل أكتر، إحنا إيه المكاسب اللي ممكن يعني تعود علينا كمصر من عضويتنا في البريكس؟ إيه اللي ممكن يفيد الاقتصاد المصري؟ كل التفاصيل دي هنعرفها إن شاء الله من خلال ضيفي الكريم اللي منورنا، الأستاذ أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي. صباح الفل أستاذ أحمد، منورنا في صباح البلد. بنورك يا فندم، تسلمي لي. أستاذ أحمد، ببساطة وخلينا نقول إن في يعني مشاهدين غير متخصصين في الاقتصاد، بس عايزين نوضح ببساطة فكرة إن إحنا ننضم لمجموعة البريكس في حدث لأول مرة بيحصل في التاريخ. طبعا هي كانت مجرد اقتراح في 2006 وأول مؤتمر تم عقده لهذه المنظمة في 2009. خلال هذه السنوات يعني ما سبقش لينا ان احنا انضمينا لمثل هذه المنظمة اللي لها تكتل اقتصادي قوي في العالم. الفايدة اللي هتعود علينا استاذ احمد من انضمامنا لهذه المجموعة؟ في البداية طبعا هو الفكرة الانضمام للتكتلات الاقتصادية بشكل عام هي فكرة مربحة اقتصادية لأي دولة ان هي تكون موجودة داخل تكتل اقتصادي. بس يمكن البريكس تحديدا تكتل ليه طبيعه خاصه. ليه؟ لانه النهارده بتتكلمي زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي اكتر من 40% بيشكل اكتر من 40% سكانه من سكان العالم. فلو هتتكلمي مثلا ببساطه شديده انا كدوله هستفيد ايه النهارده، ده سوق واسع قدامك لو انت حبيتي تستثمري في اي دوله من الدول الاعضاء في سواء الخمسه المؤسسين او بعد الانضمام جنوب افريقيا. طيب النهارده بيمثل حوالي زي ما حضرتك تفضلتي برضو اكتر من 15% من حجم الناتج المحلي الاجمالي العالمي او الاجمالي العالمي، دي نسبه كبيره جدا النهارده. بس عايزين نقول حاجه مهمه، انه مصر اصلا في علاقات اقتصاديه قويه ما بينها وبين دول البريكس. حقيقي هي مش بالارقام المأموله، لكن النهارده بتتكلمي على انه حجم استثمارات دول البريكس مجتمعه في مصر حوالي 891 مليون دولار على مدار من اول نشاته لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها. الحاجه الاهم كمان النهارده ان كل دوله من دوله هي ليها طبيعه او هيكل انتاجي مختلف او هيكل اقتصادي مختلف، وده النهارده اللي بينجح فكره التكامل الاقتصادي، انه في دوله عندها ميزات نسبيه معينه اقتصاديه مش موجوده عند دوله تانية، وبالتالي النهارده بيحصل حاله التكامل. بتتكلمي كمان على انه انت قدام اثنين من اقوى القوى الاقتصاديه عالميا، يمكن موجوده الصين القوى الاقتصاديه الثانيه بعد الولايات المتحده الامريكيه. مظبوط. الهند بتتكلمي على روسيا الدوله رقم 2 على مستوى العالم في انتاج الوقود. بتتكلمي على الهند رقم 1 على مستوى العالم في صناعه البرمجيات. البرازيل المنتجات الزراعيه. جنوب افريقيا في صناعه الحلى والمجوهرات والمعادن. فبالتالي النهارده كل دوله من دول، ولكن هم يمكن دول البريكس شويه كان عندهم يعني مش عايزين نقول لهم أخطأوا، لكن فكرة إن هم قفلوا على نفسهم فترة كبيرة من بداية 2009 لحد اللحظة دي، وده النهاردة بيبقى عائق قدام أي تكتل. قوة أي تكتل بتيجي من انفتاحه وعدد الأعضاء المؤثرين أو الدول الموجودة فيه. عشان كده يمكن هم أدركوا ده مؤخرا وسمحوا بالانضمام. وعلى فكره يمكن احنا كان في حوالي 23 دوله متقدمه للانضمام. مظبوط. فبالتالي النهارده حرصهم لما 6 دول هم اللي يتوافق عليهم. بالزبط. فده برضو مكسب طبعا لينا. لا هو النهارده يعني. هو النهارده يمكن حاله التنميه اللي حصلت في مصر على مدار ال10 سنين اللي فاتوا والتحديث للاقتصاد المصري سواء في قطاعاته الهيكليه التقليديه او القطاعات الاقتصاديه الجديده اللي تم استحداثها، فكره التنميه في البنيه التحتيه، وده يعني مثلا قطاع البنيه التحتيه ده بيهم دوله قوي زي الصين.
والنهارده مثلا الصين هي الدوله الاولى على مستوى العالم من حيث الاستثمارات في القاره الافريقيه. فبالتالي النهارده مصر بتهيئ المناخ العام والبنيه التحتيه. لا وكمان بالنسبه لهم مصر مش مجرد انه هيجي يستثمر فيها بشكل منفرد، النهارده مصر بالنسبه له هي منصه ينطلق منها للعالم والافريقيا، يعني السوق بيقدر باكثر من حوالي مليار نسمه. فبالتالي النهارده دي ميزه نسبيه ليهم هم كمان. وده اللي بيفسر يا استاذ احمد اقبال، يعني لما شفنا في زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند الاخيره وزياره حتى رئيس الوزراء الهندي هنا، بيفسر اقبال العديد من دول البريكس وغير البريكس على الاستثمار في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. الهند مثلا على سبيل المثال زي حضرتك قلتي حوالي 266 مليون دولار حجم استثماراتها في مصر يعني. والنهارده يمكن بيبنوا واحد من اكبر المصانع في الشرق الاوسط وافريقيا في صناعه المنسوجات والملابس في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس والصين ايضا. فبالتالي النهارده يعني احنا مثلا لو ما كانش عندنا منطقه زي منطقه اقتصاديه قناه السويس احنا ما كناش قبل الخطوه دي قادرين احنا نستقطب استثمارات كتيره جدا في صناعات مختلفه. لكن النهارده التطوير اللي حصل فيه البنيه التحتيه، الطرق والكباري وتطوير المواني، اصلاح السياسه النقديه واستقرار سعر الصرف حتى لو بشكل نسبي، كل الامور دي مجتمع النهارده شكلت بيئه عمل محفزه النهارده انك تقدري تستقطبي الاستثمارات دي. وبرده من الاشياء المهمه والبنود المهمه والاشتراطات المهمه اللي احنا قريناها فكره الاستقرار، لازم يكون في هذه الدول استقرار سياسي اقتصاد ناشئ وواعد علشان تقدر انها تنضم لمثل هذه التكتلات. فده يفسر ان احنا ان شاء الله يعني ماشيين على الطريق السليم. طب استاذ احمد، يعني توارد ان من بدايه انضمام مصر لمجموعه البريكس ان شاء الله من يناير القادم، فكره ان ممكن التبادل بين هذه الدول بيكون بالعمله المحليه، فبالتالي هيقل الضغط على الدولار. يعني حضرتك ممكن تشرح لنا النقطه دي؟ هو اي تكتل من اليات عمل اقتصادي لازم يبقى فيه حاجتين، الحاجه الاولانيه يا اما عمله موحده لدول التكتل بيتعاملوا بيها ما بينهم وما بين بعض، يا اما بيتعاملوا او بينوعوا التعامل ما بين سله العملات المحليه لكل دوله، يعني انا لو هتعامل مع الصين بتعامل بدولتها وهم بيعاونوني بعملتي. لانه النهارده لو احنا بالتكتل وبرضه مستمرين في ان احنا نتعامل بالدولار، فبالتالي النهارده اهم عامل من عوامل نجاح هذا التكتل مش موجوده. فبالتالي النهارده ده هيحصل، يمكن حتى لما الرئيس البرازيلي تقدم في الدوره الاخيره في جوهانسبرج بان يبقى في عمله موحده، هم ارجعوا الفكره بس مؤقتا لحين السماح في الدوره القادمه للسماح بعدد اكبر من الدول الاعضاء ان هم ينضموا. فبالتالي النهارده اقدر ان انا اتكلم على فكره عمله موحده، لكن بالشكل الحالي مرحليا يتم التعامل بالعملات المحليه لكل دوله. وده طبعا بالتبعيه النهارده هيخفف من الضغط على الموازنه العامه للدوله ومن على الاقتصاد، في ان احنا النهارده مثلا غالبيه او مكون الفاتوره الاستيراديه بتاعتنا اكتر من 95% منها مثلا بالدولار. فبالتالي النهارده انا هتعامل مع دول البريكس وكلها دول اقتصاديه يمكن احنا بتربطنا بيها علاقات تبادل تجاري قويه. على راسها الصين على سبيل المثال. فالنهارده ده هيخفف طبعا من الضغط على الدولار او الطلب على الدولار، فبالتالي هنشهد مزيد من الاستقرار طبعا في سعر الصرف قدام الجنيه. طب بذكر بقى التبادل التجاري بين دول البريكس عموما استاذ احمد، يعني ايه هي اي نوع من الصادرات اللي من المأمول ان مصر تزودها لدول البريكس؟ والله بص، هو كل دوله منهم يمكن ليها شويه طابع مختلف في الصادرات، لكن خليني اقول لحضرتك هو الاهم دلوقتي عندنا كمصر شويه ان احنا نستقطب استثمارات الدول دي. لانه ده الاهم، لانه من غير استثمار هو اصلا مش هيبقى في صادرات، لان انت النهارده المناطق الاقتصاديه اللي اتعملت والمناطق الاستثماريه والحره وفي الصعيد على وجه التحديد او في وجه بحري او منطقه السويس بالظبط كده. فبالتالي النهارده طبعا يمكن حتى امبارح المحفزات اللي منحها سياده الرئيس في القطاع الصناعي خمس سنوات بدون باعفاء الضريبيه ما عدا القيمه المضافه، وممكن تزيد كمان تمد كمان لو حققت المستهدفات المحدده بالظبط. فبالتالي النهارده افتتاح مدينه زي مدينه طربول الصناعيه، لاول مره في مصر يبقى عندي اصلا فكره المدن الصناعيه او مدن التطوير الصناعي. فبالتالي النهارده انا يهمني بقى الاستثمار، لان الاستثمار ده بيوفر لي فرص عمل، بيعمل لي حركه تشغيل لقطاعات كتيره جدا اقتصاديه مرتبطه بالصناعه اللي بيتم الاستثمار فيها. مع الوقت ببتدي اصدر، بقلل استيرادي من السلع اللي انا بقت بتنتج عندي محليا. فبالتالي النهارده يمكن هو بقى داخل التكتل بيبقى كل دوله بتعرض حجم احتياجاتها او السلع اللي بتعتمد عليها في وارداتها. يمكن مثلا صناعه زي صناعه المنسوجات على سبيل المثال والملابس الجاهزه من الصناعات اللي في مصر يمكن في اقبال عليها بشكل قوي. الحاصلات الزراعيه او المنتجات الزراعيه المصنعه برضو دي مهمة جدا. فبالتالي النهاردة كمان قطاع زي قطاع الطاقة المتجددة عندنا النهاردة هم في رغبة قوية جدا هم يدخلوا ويستثمروا فيه. الصناعات الثقيلة يمكن قبل
تكتل بريكس بيومين تحديدا، كان في شركه هنديه واخرى روسيه بيبحثوا ان هم ينشئوا مصنع لانتاج الحديد والصلب في منطقه صدر قناه السويس، وهم يمكن في الصناعات الثقيله متميزين جدا. فبالتالي النهارده في تنوع بشكل مختلف في حجم او نوعيه الاستثمار اللي هم جايين يدخلوا فيه، ودي نقطه مهمه جدا. يعني فكره تنوع الاستثمار، وان مصر دلوقتي الحمد لله هي بيئه جاذبه للاستثمارات من كل دول العالم. طيب استاذ احمد، هو السؤال اللي ممكن يطرق في بال الجميع، طب هي البريكس من 2009 يعني الى هذه اللحظه، يعني هل نقدر نقول ونقارن بينها وبين الاتحاد الاوروبي وبين اي من التكتلات الاقتصاديه؟ لو قارنا هنلاقي ان هي في اي موقع؟ وهل فكره التحديات الجديده التي تطرق على العالم سواء بعد جائحه كورونا او تبعات الاقتصاديه للازمه الروسيه الاوكرانيه ممكن تدفعها ان هي تطفو على يعني السطح في الاقتصادات العالميه؟ هو خلينا بس نبقى محقين. يعني فكره ان مثلا اللي بيتقال انه التكتل ده هيستطيع بشكل سريع انه ينتزع هيمنة الغرب الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، أو شوية الدولار هيفقد هيمنته، يمكن دي شوية يعني هي أمال بس يعني سابقة، ممكن تكون يعني هتحتاج أمل طويل طبعًا شوية. طبعا طبعا النهاردة يعني عايز أقول لحضرتك إن النهاردة كل الدول الأعضاء في البريكس أكتر من 90% من احتياطاتها بالدولار، فبالتالي النهاردة أي انهيار لا قدر الله في الدولار هو هينعكس عليها هي اقتصاديا. لكن هو دايما فكرة التكتل يمكن ده ظهرت بقوة لأنه حالة النزاع أو الحرب التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية جعلت مثلا دولة زي الصين دايما طول الوقت حريصة على أنها تبحث عن بدائل وما تبقاش منكشفة معتمدة طول الوقت على الولايات المتحدة الأمريكية. برضو أزمة روسيا وأوكرانيا وحالة التصعيد السياسي وعدم الاستقرار في العلاقات السياسية حتى والاقتصادية ما بين روسيا والغرب النهاردة، كل دولة النهاردة بتحاول أن هي يبقى لها تبحث عن تكتلات خاصة بيها أو تعمل فكرة التحالفات الاقتصادية، لأن الاقتصاد النهاردة بقى بيشكل ورقة ضغط قوية لحسم أمور كتيرة جدا سياسية أو صراعات سياسية. وإحنا بنشوف يعني يا أستاذ أحمد أن يعني العالم لم يصبح بعد زي قبل كده فكرة القطب الواحد الأوحد بالزبط. لا، إحنا عندنا تعدد للقوى العالمية خاصة، ودلوقتي في إعادة تشكيل للعالم حقيقي. كلنا شايفينها دلوقتي بالزبط. يعني من بعد جائحة كورونا كمان شفناها أكتر. يعني ما هو النهارده الفكره في الاقتصاد انه دايما الدول او بقت بتشوف انه فكره الاعتماد على طرف بعينه وما بقتش مجديه اقتصاديا. فالنهارده حضرتك انت بتحاولي تنوعي علاقاتك الاقتصاديه او تحالفاتك وفقا اللي بيحقق لك مصالحك في المقام الاول، لانه في الاقتصاد فكره ما بتحكموش شويه معايير العواطف او الحب والكره والكلام مصلحة. ده او بالظبط هي مصلحه. فالنهارده يمكن اللي مصر عملته على مدار الفتره اللي فاتت النهارده ان انا بنوع من اليات او دايره علاقاتي الاقتصاديه مع كل دول العالم. حقيقه تكتل بريكس او انضمامنا ليه انعكاسات ايجابيه قويه جدا خلال الفتره القادمه، لكن مش عايزين برضو نقول انه ده معناه ان احنا النهارده هنقطع علاقتنا بالغرب اقتصاديا اطلاقا، لكن هو هيشكل لك حاله او اليات جديده من اليات اقتصادك في فكره التعاملات الاقتصاديه النهارده، تخفيف الضغط على الدولار زي ما احنا قلنا، هينوع من حجم الاستثمارات اللي داخله لحضرتك، حجم حتى المزايا او المكاسب اللي انت كدوله اقتصاد بتحصلي عليها من وجودك في تكتل ده بيبقى قوي جدا من انه تتعاملي بشكل منفرد مع الدول الخارجيه. يعني دي نقطة مهمة جدا استاذ احمد، ويمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اشار في ان مصر بتتطلع انها تكون صوت الجنوب في مجموعة البريكس. ازاي ممكن نحقق ده، وايه هي المكاسب اللي ممكن تعود على المنطقة بشكل كامل من انضمام مصر لمجموعة البريكس؟ والله يمكن هو في المقام الاول افريقيا تحديدا، لانه يمكن القارة الافريقية دي ظلمت كثيرا مع في حتى فكرة الاستعمار او وقت الاستعمار وخلافه، المعسكر البريطاني والمعسكر الفرنسي، لكن يمكن مصر شوية قادرة على ان هي، ويمكن ميزة افريقيا تحديدا اولا حجم سوق هايل جدا محفز لاي دوله انها تخش تستثمر فيه. لكن النهارده رغم انه كتير جدا من دول القاره الافريقيه بتمتلك موارد اقتصاديه مختلفه وقويه ومتنوعه، لكن فكره عدم الاستقرار الامني والسياسي بتبقى شويه حاجه مقلقه لاي مستثمر او لاي دوله. لكن من السهل النهارده انه مثلا يجي يستثمر في مصر وتبقى مصر منصه اقليميه ينطلق منها او يطلع منتجاته منها للسوق الافريقي، بتبقى اوفر ليه كتير جدا واكثر جدوى اقتصاديه من انه يروح مثلا يبقى في بيئه شويه فيها قدر من النزاعات او الحروب الاهليه او الصراعات وعدم الاستقرار السياسي. ويمكن ده يمكن واحد من اهم التحديات اللي بتقابل دول القاره الافريقيه على الصعيد الاقتصادي تحديدا. كمان افريقيا المدارس على مدار عقود طويله جدا
كانت بتستنزف مواردها، هي يعني مجموعه من الكنوز الطبيعيه والثروات. فبتستنزف مواردها، يعني بيتم بتتاخد مواد خام وترجع لها تاني في شكل مصنع، فكانت بترهق موازين مدفوعات الدول الافريقيه. عشان كده كنا دايما نلاقي الدول الافريقيه يمكن حجم مديوناتها للعالم الخارجي مرتفعه جدا. فبالتالي النهارده ان انا مصر تبقى منصه للاستثمار والتصنيع لدخول افريقيا، ده شيء مهم جدا. لكن حتى كمان حاله التحديث والتنميه اللي حصلت في منطقه الخليج العربي النهارده خلت في تنافس قوي اقليميا بقى، وده النهارده انه انت كدوله ان ما كنتيش طول الوقت قادره انك تقدمي قدر من المحفزات الاستثماريه من اعفاءات جمركيه واعفاءات ضريبيه، ويبقى عندك حتى بيئه العمل تشريعيا النهارده. النهارده يمكن في مصر احنا مؤخرا فكره ان انا اقدر اسس شركتي في اقل من 20 دقيقه خلال بوابه الهيئه العامه للاستثمار، ما دي ميزه النهارده يمكن احنا كنا طول الوقت متاخرين فيها، لكن عملناها. دي حاجة مهمة جدا محفزة لأي مستثمر، مش لازم يجي مصر ويكون موجود هنا. كان في الأول ممكن الموضوع بياخد أكتر من 5 شهور ويوصل لسنة عشان يترد على المستثمر، النهارده في 20 دقيقة حضرتك تقدري تأسيسي الشركة بالكامل. فبالتالي طبعا دي مميزات. قيسي بقى على ذلك بقى كل الإصلاحات اللي حصلت في القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية وقطاع الطاقة والسياسة النقدية، فكل الأمور دي مجتمعة طبعا النهارده بتخلق لك مزايا نسبية تجتذب الاستثمار من بره. مظبوط، ويمكن ده يعني اللي بيأكد برضو على فكرة إن وجود شركات ناشئة كتير جدا الفترة اللي فاتت، ستارت أب كتيرة جدا موجودة وحققت طفرات عالمية. أنا ما بتكلمش على المستوى المحلي ولا حتى الإقليمي ولا يعني في المنطقة العربية، لكن أنا بتكلم على المستوى العالمي. طب أستاذ أحمد، بكل هذه المزايا اللي ممكن تتحقق من يعني انضمامنا لمجموعة البريكس، ازاي ممكن نسرع من الاستفاده القصوى من انضمامنا للبريكس؟ ايه اللي المفروض احنا كدوله وكحكومه تعمله؟ والله ده يمكن حاجه مهمه جدا النهارده، لانه من خلال حتى مكاتب التمثيل التجاري بتاعتنا المنتشره في كل انحاء العالم ومنها دول بريكس النهارده، هتقدري تعرفي على المزايا او الفرص او السلع حتى اللي بتحتاجها الدول دي وتستوردها من بره، واحنا يبقى عندنا القدره ان احنا نصنعها النهارده، فده يزود من حجم التبادل التجاري ما بيننا وما بينهم. كمان النهارده انك تقدمي لهم خريطه استثماريه لاهم المشروعات اللي انت كدوله قادره او في احتياج ليها ان هم يدخلوا فيها وهم اوريدي موجودين او ليهم سابق يعني عهد بيها، فبالتالي النهارده ده هيعجل من فكره التكتل. هي فكره التكتلات الاقتصاديه مش قايمه على انه حضرتك طول الوقت بتاخدي، لا هي فكره متبادله طول الوقت. يعني هو النهارده انضمامنا لتكتل البريكس، هم احنا لما دخلنا هم عارفين او شايفين انه مصر عندها حاجه هتديها، وفي نفس الوقت سوق كبير النهارده لاي دوله ان هي تطلع لك منتجاتها او تصدر لك للسوق المصري او النهارده يجي يستثمر عند حضرتك. فبالتالي النهارده انت هتضيفي ايه او حجم المزايا الاقتصاديه اللي هم هيحصلوا منها؟ والنقطه اللي حضرتك قلتها في البدايه يا استاذ احمد، ان فكره ان مصر يعني موقعها الاستراتيجي طبعا الجغرافي يعني واحد من اهم المزايا اللي مش موجوده عند دول كتير. بالفعل. وكمان يمكن كمان حتى تجربه الاصلاح الاقتصادي لمصر عملتها حتى وان كانت صعبه شويه من نوفمبر 2016 بالظبط، والمواطن تحمل كتير جدا فيها، ما نقدرش ننكر ده، لكن النهارده بقت تجربه يعني. بالظبط، لكن هي بقت تجربه ايجابيه وناجحه جدا وبيشاد بيها خارجيا بره، وهم شافوا حتى حجم التحول اللي حصل في مصر على مدار ال10 سنين اللي فاتوا. فبالتالي النهارده وقطاعات مختلفه كتيره الدوله قطاعها وحققت فيها معدلات تنميه مش مسبوقه قبل كده، فبالتالي النهارده ده كان حافز جدا النهارده ان هم يخشوا، هو بيشوف حضرتك عملت ايه عشان النهارده يبقى هو مطمن هو جاي النهارده يستثمر عند حضرتك او حتى تنضم لتكتل زي ده، حجم المنافع اللي هتيجي منك قبل المكاسب اللي حضرتك هتحصلي عليها. حضرتك تقصد كمان استاذ احمد المزايا التنافسيه؟ طبعا، يعني لان واحده من القرارات اللي كانت موجوده في المجلس الاعلى للاستثمار اللي ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 3/16 مايو الماضي كان من اهم الاشياء هو ضمان الحياد التنافسي. بالزبط. واعتقد دي نقطه مهمه جدا لكل المستثمرين طبعًا في كل دول العالم. فكره النهارده حضرتك هو راس المال طول الوقت بطبعه جبان، يعني فلو هو بيبحث عن اعلى معدلات ربحيه والنهارده هو يجي لحضرتك ليه ما يروحش دوله ثانيه؟ والنهارده البيئه التشريعيه عندك شكلها عامل ازاي او مهيئه بشكل عامل ازاي عشان النهارده تضمني له كل معايير الشفافيه والنزاهه والحياد النهارده ان هو يقدر يجي ويستثمر واستثماره ده ينجح ويقدر يحقق عليه معدلات ربحيه، والاهم النهارده لو حب انه يتخرج من السوق المصري في اي وقت النهارده مش هيبقى فيه اي قيود او عوائق عليه ممكن ان هي تكبده خسائر هو في غنى عنه. فطبعا دي نقطه بتهم قطاع كبير جدا من المستثمرين ودول البريكس تحديدا، لان هي يمكن دول حجم استثماراتها الخارجيه قوي جدا النهارده، فبالتالي النهارده اكتر من حوالي 30% من حجم الاستثمار على مستوى العالم كله، فبالتالي هم يهمهم حاجه زي دي في المقام الاول طبعا. يعني الحقيقه ان احنا كدوله يعني بتسعى انها تحقق اعلى معدل نمو
الاقتصادي في المستقبل ان شاء الله. فعندنا امال وطموحات كبيره، وفي نفس الوقت بناخد خطوات يعني جاده في هذا الامر. نامل ان شاء الله ان انضمامنا لمجموعه البريكس يعني يضيف لنا الكثير الله. باذن الله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر ضيفي الكريم الباحث والمحلل السياسي الاستاذ احمد ابو علي المحلل الاقتصادي، بشكرك شكرا جزيلا نورتنا يا فندم. بشكركم مشاهدينا على المتابعه، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقراتنا ولكن بعد هذا الفاصل.